نظم حفل إحضار هذا من طرف العصبة المغربية لحماية الطفولة بلنين برئاسة رئيسة العصبة السيدة فاطمة بودعكات. فمن هي فاطمة بودعكات؟ رئيسة العصبة المغربية لحماية الطفولة، عضو المجلس البلدي، أول صحراوية معتمدة في تحديد الهوية لدى المنافسة، شاركت في لقاءات وطنية ودولية في قضية الصحراء المغربية. من أهداف الجلية تقوم الاهتمام بشؤون المرأة في وضعية صعبة، وكذا العناية بالأسر المعوزة، كما تقوم بالإشراف المباشر على الاهتمام بالطفولة في وضعية صعبة والتكفل بالطفل داخل مركز جلة أمنة للأطفال. النهوض بالطفل والمرأة لولوج داخل مجتمع سليم ومنتج. ومن الأعمال الاجتماعية توزيع المواد الغذائية في مواد الغذائية على الأسر المعوزة، الرفع من معنوية المرأة والتكفل بالطفل في وضعية صعبة والأطفال المتخلى عنهم وأطفال الشوارع. عدد النزلاء 22 نزيل.
كان تواجدوا بمركز لالة أمينة للأطفال في وضعية صعبة، واليوم كنحتفلوا بذكرى عيد العرش المجيد لتربى صاحب الجلالة على عرش أسلافه المنعمي. وقامت العصبة المغربية لحماية الطفولة فرق لامي من جديد ضمن أسبوعها الثاني باش درت عملية إعذار لمجموعة من الأطفال من أسر معوزة أو نزلاء المركز لالة أمينة للأطفال في وضعية صعبة. تم إعذار تقريبا 32 طفل كما كتشوفوا. فكان السيد الوالي أشرف على عملية هذه الإعذار، وكانت الأسر كلها تقريبا متواجدة معنا في المركز، وكذلك مجموعة من النساء اللي كتشوفوا معنا اللي شاركونا هذا الحفل الكبير. وقمنا بحفل تقريبا شبه رمزي للنزلاء ديال المركز، وكانت واحد الإقبال كثير. وشكرا.